معظم بطلة العالمية الموسم 28 أنا ومجموعة من أحلى يوتيوبرز معانا وإنفلونسرز موجودين معانا هون بدبي وبالوطن العربي غي سارة إسلام رجا. هلا إذا حابين تطلعوا معانا على الستيج هي عندكم فرصة بتفوتوا على الانستغرام على جلوبال فيليج وفي آخر بوست محطوط هناك بتروحوا بتحطوا تعليق وبتكتبوا بالتعليق الآتي: أنا بدي أكون مع فريق سارة أو فريق غيث أو فريق رغدة أو فريق إسلام. حرجعين حتدخلوا على البيج تبع القرية العالمية الجلوبال فيليج وتروحوا على آخر بوست موجود محطوط على البين اللي هو فيه صورتنا كلياتنا. بعدين بتحطوا تعليق: أنا بدي أكون من فريق أو مع فريق غيث سارة إسلام أو رغدة. اختاروا فريق واحد، ما تكتبوا أكثر من اسم. بعدين فريق القرية العالمية راح يتواصل معاكم، فريق القرية العالمية راح يتواصل معاكم ويحكي لكم شو الإجراء عشان يطلعوكم لعنا. حرجع عيد كمان مرة، في بوست موجود على الجلوبال فيليج بيج على الانستغرام محطوط عليه بين، هو آخر بوست موجود. حتدخلوا عليه حتتركوا تعليق: أنا بدي أكون من فريق زايد سارة إسلام أو رغدة. بعدين فريق القرية العالمية راح يتواصل معاكم عشان يطلعوكم لعنا. اوكي؟ بس اكتبوا اسم شخص واحد، كونوا فريق واحد. انا شايف الوجوه قبل بس مش متذكر وين. انتوا اصحابنا صح؟ بس لا لا لا، شوفوا شوفوا شوفوا، اذا حيضل الجو هيك نايم انا برايي نكسر ونرجع على البيت. فخلينا نتحمس شوي. طبعا الحلو بالموضوع انه حيكون في توزيع جوائز هون كمان معانا على المسرح اليوم. فبدايكم كلياتكم بدايكم كلياتكم تكونوا متحمسين وتخلوا ها؟ اسمع اسمع مرة ثانية. طيب بعد شوي حيطلعوا معانا غي وسارة وإسلام ورغدة. اوكي 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 طلعوا من الحين ولا بعد شوي؟ الحين الحين؟ لا 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 انتم مو متحمسين، نايمين لساتكم نايمين، بس اسمعوا شوي ممكن. شو رايكم؟ يلا طبعا نايمين وين الحماس؟ سمعوني اعلى زعبة اعلى زعبة يعني انا واقف على المسرح ما سمعت. انا واقف على المسرح ما سمعت شيء. كمان مرة 3 2 1. نايس 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 نايس. طيب في احد منكم وصلوا مسج من الجلوبال فيليج؟ بس ما يحكي ما يحكي ها؟ ما يقول. إذا وصلت لك خد زاوية هيك وانسحب تكتيكي، انسحاب تكتيكي. حيتواصلوا معاك يبعثوا لكم الانستركشنز أو التعليمات كيف حيلاقوكم ويطلعوكم لعنا على المسرح، تمام؟ في جوائز وفي عروض وفي تشالنجز اليوم. طيب أجت اللحظة الحاسمة. جاهزين نطلع اليوتيوبرز؟ يلا بدكم شيء تصبحوا على خير. طب وين الحماس؟ وين الحماس؟ استنى استنى عم يصلي اسماء الفائزين. اسم الفائز الاول مجدي غنايم، وين مجدي؟ ما شاء الله كبير انت بتعرف. وين حيجيكم؟ خلاص حيتواصلوا معك حيتواصلوا معك ما تجيني مكان. والاسم الفائز الثاني روضة عبد الله. روضة روضة وين روضة؟ روضة ارفع ايدك يا روضة. روضة مع... انت روضة؟ انت روضات ما شاء الله مش روضة. رائد نقشبندي، وين رائد نقشبندي؟ وينه وينه؟ طبعا انت رائد نقشبندي؟ انت باين عليك سيفو يا ابوي شوي. وين رائد؟ انت رائد؟ ناقش بندي؟ استنى مسج من الجلوبال فيليج. وعندنا اسم كمان الرابح الرابع ايمان حنون. اوكي استنوا مسج حنرجع نعيد الاسماء مره ثانيه. اوكي شو مجدي غنايم روضة عبد الله ايمان حنون
ورائع. الاربع فائزين حيوصلكم مسج من الجلوبال فيليج، حيتواصلوا معاكم عشان يحكوا لكم كيف حتجوا لعنا. طيب وها قد اتت اللحظه الحاسمه. جاهزين؟ شو هو الشيء اللي بيجمع الشله مع بعض؟ شله؟ شله. موسيقى.
الملل. اوه والله حلوه. انا افتئت صراحه، يعني انا مش عارف شو السؤال اصلا، يعني شو الشيء اللي يخلي الشيء بتنزل؟ مو بتنزل. بس احنا دائما مع بعض يعني، فما في شيء بيجمعنا، التليفون بيجي بنقعد مع بعض وبنقضي طول الوقت مع بعض، يعني هذا الشيء اللي بخلينا نتحمس ونطلع كونتنت جديد. الحب اللي موجود بيننا وبين بعض. لا لا حب صراحه بيك. اسلام ربنا يستر ربنا يستر. السؤال بحكي لك، هل حتحلق شعرك قريبا؟ لا 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 انا حتى ما كلمتش اقول لك لا لا مش هذا السؤال. لا اسلام، هل في اي فكره للخناق بجانب فنان كبير؟ نعم انا شغال على الموضوع. اوه في اغنيتين، في اغنيتين قريب بنزلهم. اسلام ونانسي عجرم. تصريح تصريح قوي. رغده هحلبكم بس اليوم. في سؤال بحكي لك، شو هو سبب اختيارك للاستقرار في دبي؟ انا الاستقرار في دبي كثير اشياء، يعني ما شاء الله دبي يعني كثير تجمع الناس الحلوه. صوتك عالي. يعني انا بحس انه حلو يجي على دبي لانه في فرص كثير هون، كثير اشياء الواحد ممكن يعملها ويتطور. صراحة دبي مكان جميل. واو طبعا سافر الامارات العربية المتحدة على كل الكروب على كل القطاعات وكل المجالات، فمشكورة حكومة دولة الامارات وشعبا ومقيمين طبعا. سارة عدنا اليك مرة اخرى. يلا جاهزة للسؤال حضرتك؟ لا مش جاهزة. مش جاهزة؟ لا نروح البيت بقى ولا ايه؟ ايوه نروح. طيب سارة بحكي لك، الجواز بيكون صغير حلو او لا؟ وليش؟ الزواج من عمر صغير كثير حلو. كثير لا لا عن جد كثير حلو، بس حسب اذا انتم شاهدين لهي الخطوة او لا. وطبعا مع الشخص الصح. رومانسية. نيانا فايز. لازم تسقف. عشان صفر. ايوه. طيب هذا السؤال لكم كلياتكم. شو أكثر وقت تحسوا فيه بالسعادة التامة؟ لما كل أعصابه فدية. لما كل أعصابه فدية. أنت دمروا حالكم. لا 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 ولا لما بكون معاهم. أنا حكيت بأنه غداني، أنا حكيت بكون مع إسلام، حكيت بكون معاهم. أنا وأنتي؟ لما بكون مع رغدة. ما شاء الله. مين اللي صرخ؟ هم مستحيل هم اللي صرخوا. لا اخنقني. غايز. طيب سؤال كمان لكم كلياتكم. شو اكبر انجاز سويتوه من سنه لهلا؟ يعني هو كان السنة اللي فاتت. إني تزوجت سارة! ما عنده غير الجواب. والله مش عارف أفكر بلا جواب. أنا تزوجت غايز! لا مش هينفع نشارك أنا ورغدة فيها. مش هينفع نشارك. أنا حاسس إني أوجه لغير سارة. أنا بحس إني لألحق دبي. كان الجواب كثير حلو حلو حلو. أنا بحس المرحلة اللي وصلت لها حاليا هو انجاز بفتره قصيره الحمد لله. نايس نايس نايس. اسمع زفر صار استاذ غايز غير انك تزوجت سارة. مجبوره ما حد بحس انجاز على فكره. ما اختلفنا والله. انجاز انك تزوجت يا زلمه. والله ان هي احلى بنت بالعالم. صح ايه؟ مش قادر تحكي ما تحكي. حلو. ما في شيء ثاني غير فقط هو هذا الانجاز. في انجازات بس لما تتم كليا ولا تحكي عنها. طيب مستر اسلام، ايه الانجاز اللي انت عملته حضرتك في القرن ال 21 في السنه الاخيره من القرن ال 21؟ لا سالي ولا البيت دي؟ لا سالي ده وجه ستيف حضرتك. اوكي
احسن انجاز انا عملته ان انا عملت 3 اغاني لحد الوقت ما شاء الله. وان شاء الله تعمل 100% في سنه كامله كمان. كمان بدي اسال وجه لكم كلكم. غنيها غنيها. هي صور معايا شيء. في عنا فصل اعلاني؟ سؤال موجه لكم كلياتكم كمان. بحكي لك مين اكثر واحد فيكم خجول؟ غيث. غيث. انتوا جاوبوا انتوا جاوبوا. غيث. شكرا. هل سمعتوا انه غيث؟ هلا اذا هم اللي جاوبوا خلص. بحسش غير خجول صراحة. والله ما بحسه خجول، جريء يعني بالعكس بحسه غير جريء وخجول. ممكن. يعني هو يونيك مختلف. الله الله الله. مزدوج المعايير. طيب برضه سؤال لكم كلياتكم. شو أكثر ترند حبيتوه في التيك توك؟ ولو ما جاوبتوا منيح حخليكم تعملوا سارة سارة ستيت. احنا عارفينه. هناكل سوشي في الجو؟ لا 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 بحس اللي كان يهدي حاليا بس انه غصب عني عم يكون مفضل في 24 ساعة قدامي. حلو. لوين وصلنا؟ لوين وصلنا؟ لدبي. طيب ايه؟ الوينرز صاروا موجودين معانا. فعشان هيك خلونا نرحب بالوينرز الموجودين معانا اليوم. بظن المفروض انه يكونوا باك ستيج. حلو. هلا الوينرز موجودين وشكلهم ضاع. قلنالهم استنوا القرية تبعث لكم مسج مارك. ايدي 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 الصف دوت عزيز عليا قوي. شوف 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 الحلوين. شوفوا اصحابنا المشاهير. وانتوا كمان برضه بنحبكم. جاهزين للتحديات اللي حتصير معانا هلا على المسرح؟ شوفوا في تحديات حتصير بمشاركتكم وفي تحديات ثانيه حتصير بمشاركتكم. سبحان الله. لا تسالوني كيف بس هو حساس. طيب جاهزين نرحب بالوينرز؟ جاهزين نرحب. جاهزين؟ خلونا نرحب بالفائزين. هاي كيفكم؟ هاي شو الاخبار؟ تفضلوا معنا الاقدام. كابتن تفضلوا معنا الاقدام. كيفكم؟ ما بدنا نخجل. خلونا نوقف. تفضلوا الاقدام. اول شيء خليني اتعرف عليكم. خليني اتعرف. تفضل اول شيء اتعرف عليكم. هات الصغنطوطه. انا رائد من سوريا. رائد من سوريا وابنه يزيد. اهلا وسهلا فيكم. اسمع حضرتك من وين ومن اي بلد؟ هو شو اسمك سوري؟ البنت فلسطين. عمر من فلسطين. اسمع حضرتك. اسمي ميامي فلسطين واخت قمر. مية؟ ميرا من فلسطين واخت قمر. حضرتك. من فلسطين. مجدي من فلسطين، اهلا وسهلا فيكم. طيب، كل واحد فيكم فريق مين اختار؟ ولا تكذبوا لانه حاعرف. نحن فايزين اكيد. انت فريق رغدة. رغدة معك رائد. رغدة. وانت قمر. فريق سارة. روحي مع سارة. بدنا نفوز اليوم. وانت كده معايا لف. لا انت لا روح بقى. روح. طب حد اسلام. حد عايز يقول لك. طب لا تعرف شو؟ وقفوا هيك بصوا هون تعالوا. اوكي. اسلام. حجر رقم قص. اللي بيفوز بيروح مع سارة اللي بيخسر بيروح مع اسلام. جاهزين؟ حجر رقم قص. بس. روحي مع اسلام وانتي مع سارة. زعلانة ده احنا هنخرب الدنيا. طبعا. زعلانة. جايز في معانا أول تحدي لليوم على المسرح. بدي أقول كلكم توقفوا طابور. كل اثنين يعني كل شخص هو فريقه. غايت واقف أول شيء بليز.
انت والشخص اللي معك مين؟ واقف معاه تفضل. اوكي ساره ورا، اوكي اسلام ورا، ورغده ورا اخر شيء. طبعا كلياتكم تعرفوا تحدي فليب ذا باتل صح؟ فليب ذا باتل صح؟ حلو. رح نعمل تحدي كالاتي، خلص صعب لكم اياها شوي هلا. اعطيني هي الجرعه. ايوه شيلها هلا. انتوا الاثنين بنفس الوقت رح ترموها، اذا الاثنين نزلوا تاخذوا بوينت وتوقف على جنب. تمام؟ جاهزين؟ ولك لعبتي. 2 سما 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 ولا بيعرف ايش. ممتاز. يلا 3 2 1 برا. اللي بعد جاهزين؟ يلا 3 2 1 حلو. اللي بعده اللي بعده تعبي ولا زي يلا مع بعض مع بعض 3 2 1 حلو. اللي بعده يلا هيا ركض يا ابني زود شوية شوية يا ابني زود شوية. ركز. لا مع بعض مع بعض. يلا 3 2 جو. لا اللي بعده. لا رحت انت نص بس نص بس صح. كمان اخر مرة سريع احنا مش هنخلص. اوكي اخر راوند اخر راوند هذا اخر راوند. نص بوينت. اوكي نص بوينت. استعمل عليك انت عارف. يلا لا يلا اسلام اخر حد جو. اوكي لحظه طيب اقول هزود ماي ماتش. اوكي لهلا اللي فايزين معانا هم رغده وغيث. نص بوينت نص بوينت. اوكي تفضلوا معانا مره ثانيه لهون. ايه معاكم ولا تفضل. لا فقط نص بوينت نص بوينت 3 راوندز. تفضلوا معانا كل فريق. اوكي كل فريق هيك وقفوا هون. اسمع اعطيني تحديات اقوى. هاي تشريحيه بدي تحدي. انا بلشت لك على الخفيف. هاي يعني خلينا نقول يفوز اذا الخفيف ما جبته. طيب يا جماعه في عنا هيك شوي هيك شغله كثير لطيفه خفيفه. من يومين كان عيد ميلاد اسلام فبدنا نغني له هابي بيرث داي. فعلى 3 2 1 هابي بيرث داي تو يو هابي بيرث داي تو يو. احلى عيد ميلاد يا مين. ثانك يو حبيبي. قد ايه بقى عمرك دلوقتي؟ انا عايش بقالي كتير مش لازم تحصل. الو والله ان شاء الله العمر كله برو حبيبي. انا 30 دلوقتي عمري 30 30 اعزف يبحث عن زوجة. اوكي خلونا نرجع لورا مره ثانيه عشان جبنا لكم تحدي. طبعا هذا التحدي غيث سواه مرتين عنده على القناه. اوكي حاشرح لكم اياه على السريع. تحدي الهديه رح يقعدوا اربع اشخاص واللي هم الفائزين معنا فبليز تفضلوا. كل واحد يقعد ويحط هاي على عينه. فايز الوينرز. انت مش وينرز؟ ايه يا عمر ايه يا ميرا تفضلوا تفضل استاذ رائد. اوكي حطوها على عيونكم. اللي حيصير كالاتي انه هلا قبل ما يحطوها على عيونهم عشان يفهموا شو عم يصير. ما هو هلا اعتبروا انه هي الهديه. طبعا احنا جبنا شوي اوفر سايز هديه عشان تشوفوها. حناخذ هي. هي واحد منهم حيقوم بس الشباب حيساعدونا انه يختاروا مين حيقوم ويشيل الهديه ويحطها قدام حد من الفائزين. هذا الفائز بعدين حنخليه يشيل عن عينه ويعرف مين الشخص اللي حط قدامه الهديه. واضحه؟ اوكي شرح بسيط يعني عشان حاسس انه ما حدا فهم صح؟ صح انا فاهمين؟ اشرح انا ولا لا؟ حشرح غصب. اوكي الفكرة كالاتي. اثنين حيضلوا باللعبة اثنين حيفوزوا تمام؟ حبغمضوا واللي حينلمس على كتفه بده يقوم يحط هاي قدام الشخص اللي بده يطلعه برا. بعد ما فتح عيوننا الشخص اللي قدامه هاي اذا عرف مين اللي طلعه
بيقعد برا والشخص الثاني بيطلع. اذا عارف غلط او اختار غلط بيطلع برا. تمام؟ سهل. سهل كثير. اوكي؟ كله يغمض. كله يغمض. واصله تحت. طيب كله يغمض. واصله تحت. عطوا التيم تبعي يركز. استنى نتاكد قد ايه هدول؟ حلو. هدول ايه هدول؟ 11. هدول قد ايه؟ ايه حكى اثنين صح شايف نزل لتحت شوف نشوف هدول قد ايه ممتاز حلو اوكي طيب طبعا كلياتنا حنمشي حواليهم واللي حنلمسه على كتفه حيقوم شحط هديه بده يقوم شوي شوي يحط الشغله وبعدين يرجع يقعد ويغمض عيونه اوكي هلا اختاروا شخص من اللي موجودين حيقوم ويشيل الهديه ويحطها قدام شخص بس شوي شوي عشان ما يطلع صوت ويفضح الدنيا بس اسرع 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 ويرجع مكانه يقعد ويسكر على عيونه ونحكي 3 2 1 كله يفتح الله التيم تبعي انت هذا مش بقول لك حطها في مكان ثاني ميرا فهمت غلط ميرا تفضلي بمين شاكه؟ ساره معاكي بمين شاكه؟ بسرعه يلا شوف بمين اعتقد اللي برا في ساعتها بس بالعقل يعني شاكه بمين؟ بدون حكي ممكن بالعيون لا لا ارجو التيم تبعي يركز شوي لا 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 انا لازم اتدخل التيم بتاعي يركز شوي معاهم هنا ركز معاهم ركز معاهم تحت شوي شوي طيب ميرا بدك تغيري؟ طيب ارجع اوكي طلع تخيل شو هذا؟ ما هي نوع من التأكيد هلا تأكيد ولا لا؟ تأكيد؟ تأكيد؟ لا 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 3 2 1 اختيارك صح ثانك يو ميرا طيب خلونا نرجع مره ثانيه على الستيج من الدرام يلا اخر راوند ساره طيب يلا كله يغمض كله يغمض يلا غمضي كله يغمض هنعملها سريعة استنى 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 رجعوا لي يا جماعة شو رايكم يلا نبدا راوند بسرعة انت حتمشي على مياري ونسكر عيوننا مرة ثانية اوكي يلا 3 2 1 نفتح اوه دم 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 يلا عسل يا بمين شاكة مين مين هو اكيد اوكي كل الفرق تفضلوا معانا مرة ثانية انا معي تيم قوي يا ابني تفضلوا معانا مرة ثانية والله انا تيم قوي كمان يا اسلام غايب وسارة واسلام عادي عادي معروضة غايب وسارة شكلهم مثلهم شوي شباب شكلهم مثلكم غايب وين فريقك؟ اسلام وين فريقك؟ الحالة؟ طب ما هو تعالي جنبي تعالي جنبي احنا الكسبانين اوكي اوكي خلصنا؟ لا لسه جايب لك تحديات اصعب يلا جاهزين؟ جاهزين ايوه جاهزين؟ انتوا جاهزين؟ على ايه؟ التحدي ايوه يلا جاهزين؟ ايه جاهزين؟ ايه اوكي ها
هذا التحدي بدنا مساعدتكم انتم معانا. مين بيعرف لعبة حامي بارد؟ تعرفوها؟ طيب للناس اللي ما بتعرفها رح اشرح لكم عليها على السريع. رح نعطي واحد من الاشخاص اللي موجودين على المسرح شغله يخليها معاه. وحنختار واحد من الفائزين معانا وناخذه ونخبط له عيونه. اذا قرب على الشخص بنزقف له بسرعه. اذا كان لسه بعيد بنزقف له شوي شوي. تمام؟ في حد فهم علي؟ واضحه؟ واضحه؟ لا؟ انت الوحيده اللي قلتي لا. ليش؟ ليش لا؟ اشرح انا احسن؟ كمان لا؟ اطلع! فكرة اللعبة كثير سهلة. هلا واحد كل واحد حيوقف في زاوية. انتم اللي عليكم انه مغمض عيونه، كل ما يقرب من الجائزة تزقفوا له اسرع. إذا كان بعيد تزقفوا له أبطأ. عرفتوها؟ يلا. مين اللي حنختاره؟ إيدي زعل طلع. ما مشكلة أنا بس اللي حنختار الموضوع. إيدي نازع إيدي نازع إيدي. أوكي. إيدي شو اسمه؟ هيدي كنت عم بجيب الأمر اللي لازم نعطيهم إياه. طيب يلا أمر أنت اللي حتغمض عيونك. والجمهور حيسعى لك قبل شوي شوفوا شو عملوا فيكي طلعوكي برا. لازم تساعدوها أوكي لأنه هي من فريق. أوكي وين بعد تمرين؟ زين؟ غمضوا لها عيونها. لفوا وشك لهونيك. أيوه تعالوا شباب. أوكي انتشروا في المسرح. عايزكم تنتشروا في المسرح. شايف اللي عم بغشش يا معلم؟ ما هنا المفروض يساعدونا. بدنا نغطيها عيونها. في تعطيني اللي معك بليز؟ في تعطيني هيك بس نغطيها عيونها بس. يلا انت هلا شايفك اول الحمد لله. البسي يلا وياها بقى دلوقتي. جاهزة؟ طيب اعطيني ايدك من هون حمشيكي. هم الجمهور بقى هم اذا خسروكي انا ما دخلني هم. اوكي جاهزين؟ يلا بسم الله نبدا. يلا نسقف. نسقف. شو هون ولا لا؟ نوقف هون ولا لا؟ ولا نكمل؟ لا نكمل. نكمل. نوقف هون ولا لا؟ لا نكمل. طب هون؟ لا برضه اوكي نكمل. شوف لا نكمل. شوف نوقف لا. طب نرجع نطلع مره ثانيه. نرجع نعيد. نوقف نوقف اوكي شيل ايدك. غلط. وين الهديه؟ معاك؟ اه بتجيبه. اه صح. بطلت تطلع الهدية. ضيعها شوي. بطلت تطلع الهدية. ياه! حلو. اوكي جايز تفضل معنا مرة ثانية هون قدام المسرح بليز. اوكي طبعا مثل ما حكينا لكم اول شيء انه حيكون في هدايا لكل الفائزين اللي كانوا موجودين معنا على المسرح. فحاليا مستنيين الهدايا توصل عشان اعطيكم اياها. بس قبل ما ناخذ الهدايا مين برايكم فاز؟ فريق رجاء سمعوني صوت. طيب فريق ساره. طيب فريق غير. فريق اسلام. هون وهون عند غير واسلام. طب مره ثانيه غير. طبعاً لأننا موجودين بالقرية العالمية فالكل حيكون فائز. تفضل أمر تفضلي. Thank you. تفضل تفضل. هاي تفضلي.
خلينا نسمع احلى زفه يا الواحد فايزين معانا. كان كثير لكم، تفضلوا الفريق حيلاقيكم ورا الستيج. ثانك يو سو ماتش. بس انا مين تفضلين؟ اوكي خليك بالي. طيب اسلام، انت اليوم متواجد معنا على مسرح الطريق العالميه، شو بتحب توجه كلام لهذا الجمهور الرائع اللي كان متفاعل معنا جدا؟ والله انا حابب اشكركم كلكم، ولازم تعرفوا ان احنا بنحبكم. ثانك يو ان انتم جيتوا النهارده. بنحبكم. انت معايا ولا مش معايا؟ انا مع البنت الصغيره اللي فوق. وانا كمان حبايبي، والله شكرا ان انتم جيتوا النهارده. وي لاف يو. فاللي حابب يتصور يروح لهنيك يصور ويعمل لنا تاج عشان نعمل لها ريبوست عندنا على الستوري، صح؟ صح. حلو. في اي شيء ما قبل ما نروح، شو رايكم؟ شو رايكم نعطيها وحده؟ تمام؟ 1 2 3. شكرا كثير لكم، يعطيكم الف عافيه على تواجدكم معنا، اصبحوا على الف خير.